رئيس هيئة النزاهة القاضي عزة توفيق قبل وفاته بحادث مروري بستة أيام صرح بوجود ملفات فساد كبيرة يتم التحقيق فيها. هذا الحادث المروري الذي أدى إلى وفاة رئيس هيئة النزاهة دفع الكثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول أسباب هذا الحادث، ورجح أغلبهم في تعليقاتهم على فيسبوك بأن الحادث المروري الذي أدى إلى وفاته كان أمراً مفتعلاً ومدبراً لأنه حاول كشف ملفات الفساد وأسماء الفاسدين. دعونا نشاهد تصريح رئيس هيئة النزاهة القاضي عزة توفيق قبل وفاته بستة أيام. في هيئة النزاهة هنالك مراجعة وإعادة تقييم ودراسة لمجمل السياسات. أهم ما خرجنا به من نتائج وتوصيات أن هنالك ملفات كبرى هيئة النزاهة تعمل عليها منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام، ملف العقارات، ملف المنافذ الحدودية، موضوع التهريب المشتقات النفطية بشكل عام، موضوع الضرائب وإلى آخره من القطاعات المهمة.